بما انه حدود التكامل خلال x axis فاجي اطبق القانون التالي هو الاس سيرفيس اريا يساوي ان من اي الى بي 2 باي f of x يتمثل لي y تحت الجذر هو ال lk يعني طول المنحني وطول القوس واحد بلس دي واي مشتقة اوفر دي اكس الكل تربيع هاي دي اكس ويساوي ان من صفر الى حدود التكامل ثلاثة 2 باي واي تحت الجذر واحد بلس دي واي الى اوفر دي اكس الكل تربيع دي اكس. الخطوة الاولى كيفية اول ايجاد مشتقة واي بالنسبة لاكس، فعندي المعادلة الاساسية هي الواي تربيع يساوي ان نصف 12x فاجي هنا اشتقها بالنسبة للاكس 2y dy over dx يساوي ان 12 يؤدي الى الواي او دي الدي واي اوفر دي اكس يساوي ان 6 على واي. هسه اجي اربع حتى احصل القيمة التربيعية للمشتقة، فأجي أربع دي واي أوفر دي إكس مشتقة تربيع يساوي إن 36 واي تربيع. هسه أجي أضيف واحد طرفي المعادلة هذه واحد واحد بلس دي واي أوفر دي إكس الكل تربيع يساوي إن 36 واي تربيع بلس واحد. فهسه اجي او ابسط انه اوحد المقامات هنا 1 بلس دي واي اوفر دي اكس الكل تربيع يساوي لنا واي تربيع 36 بلس واي تربيع. هسه اجي اعوض 1 بلس دي واي اوفر دي اكس الكل تربيع بالقانون مالتي هذا حتى بعدين ابسط. حصلت انه هذا اجي بالقانون الماتي اللي يساوي لنا الاس يساوي لنا 2 باي حدود تكامل من 0 الى 3 هي الواي تحت الجذر هو عندي 3 36 بلس واي تربيع اوفر واي تربيع دي اكس ويساوي لنا هنا واي تربيع تحت الجذر يصير عندنا واي ف 2 باي من صفر إلى ثلاثة واي تحت الجذر 36 بلس واي تربيع أوفر واي الواي وي واي راح تقتصر دي اكس فالمتبقي عندي هنا 2 باي من صفر إلى ثلاثة تحت الجذر تربيع 36 بلس واي تربيع دي اكس. هسه اجي اعوض بالواي تربيع اللي عندي مطيناها بالسؤال المعادلة الأساسية الواي تربيع يساوي 12 x فجي 2 باي من 0 الى 3 تحت الجذر تربيع 36 بلس 12 x دي x. هسه استخدم طريقه يو سبستيتيوشن ميثود اليو تساوي لنا 36 بلس 12 x اذا دي يو يساوي لنا 12 دي اكس. فهسه اجي حتى احصل على المشتقة الدي يو راح اجي عندي الاس مالتنا 2 باي من 0 الى 3 تحت الجذر 36 12 اكس اضرب ب 12 دي اكس واقسم على 12 حتى احصل هذه الدي يو وبعدين اجي اعوض باليو. بس قبل ما اعوض لازم اغير حدود التكامل بالنسبه لليو ات اكس يساوي 0 اليو تساوي 36 ات اكس تساوي 3 اليو تساوي 72. هسه اجي اعوض باليو وحدود التكامل بالنسبه لليو حتى اطلع
ناتج تكامل مال السيرفس اريا المطلوب. فعندي هنا 2 باي اوفر 12 من 36 الى 72، اليو عوضها تحت الجذر نص الدي يو، ويساوي عندنا الدي 2 باي اوفر 12 اليو عندي 3 على 2، خذ التكامل لها 3 على 2 مقسوما على 3 على 2 مقسوم على 3 على 2، حدود التكامل عندي من 36 الى 72. اجي ابسط حاليا فاحصل على قيمة معينة السيرفيس اريا المن للكيرف الذي يدور حول محور اكس اكسس. السيرفيس اريا هي يونت سكوير يونت، يعني وحدة مساحة او سيرفيس يونت يونت مساحة او وحدة مربعة حتى نحصل على المساحة السطحية المطلوبة. ان شاء الله تكون الصورة واضحة لهذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.